السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة جواتيمالا في مصر أو رقم السفارة الجواتيمالية في مصر. رقم التليفون هو 00-202-359-149-8. يبقى تاني، رقم سفارة جواتيمالا في مصر أو رقم السفارة الجواتيمالية في مصر 00-202-359-149-8. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.